اتكلمنا كتير عن الاستزراع السمكي واهميته، اتكلمنا ايضا عن التطور اللي حدث في الاستزراع السمكي وعن الاعلاف، دخلنا مع حضراتكم وشفنا المفرخ وآلية العمل داخل المفرخات. من اهم الايام في القطاع الزراعي عموما هو يوم الحصاد، لكن لما نيجي نتكلم على الثروه السمكيه ونتكلم على يوم الحصاد هو بيمثل ايضا قيمه كبيره جدا للعاملين في هذا القطاع، لان احنا بنشوف نتيجه مجهودهم، بنشوف ثمره المجهود اللي تم بذله طوال الموسم علشان نوصل لانتاجيه جيده، وعلشان نشوف يوم حصاد ونتابع احنا موجودين معاكم النهارده داخل محافظه كفر الشيخ، بنتابع هذا اليوم، بنتابع الاصناف اللي موجوده داخل الحوض وايضا جوده هذه الاسماك. برحب بحضراتكم في حلقه جديده من الثروه الحيوانيه. موجودين دلوقتي في المكان اللي بيبان فيه ثمرة المجهود، بيبان فيه صورة للإنتاج اللي تم داخل المزرعة. يا ريت حضرتك تشرح لي بقى، احنا معانا هنا أصناف كتير ما شاء الله، عبارة عن إيه بقى؟ ده حضرتك أصناف اللي بنتجها مزرعة الزاوية السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية، وبداية أنا أحب أرحب قناة مصر الزراعية وكل ضيوفنا الموجودين، بس عايز أقول لحضرتك بعينينا والكاميرا هي اللي تحكم، مش هقول بالكلام. حضرتك بص، حضرتك السمكة طالعة بقى لها كام ساعة ولا زالت دلوقتي صاحية وحية بتلمع، بص للعينين بتلمع ازاي، حط لحضرتك لو مسكت ملمسها هتلاقيه قوام متماسك، دي حاجات من علامات درجات الطازجة في السمكة. انا شايف في اكتر من صنف فيها حضرتك، دي عندنا حضرتك اصناف، عندنا بوري وتبارة وفي ده بولتي، ده مبروك، دي حضرتك الاصناف اللي بننتجهم عندنا هنا في المزرعة. تمام، بالنسبة هبتدي بالبوري. تمام، البوري اللي انا شايفه فيه احجام مختلفه عندي، وانت مصنفه على اي اساس بقى؟ حضرتك هو بيتقسم اخبار حضرتك حسب الكام كيلو بيعدي كام واحده. أيوة. فحضرتك السمك في سمك هنا ممكن بتوصل للكيلو اهي. أيوة. لكن هو عموما في ده يعتبر درجه ممتازه او سوبر. تمام. في حضرتك درجه اولى ممكن تلاقي سمكتين ثلاثه، اخبار حضرتك دي درجه اولى، في بقى حضرتك بينزل درجات ثانيه، وطبعا كل ما بيكبر الحجم كل ما بتبقى الدرجه اعلى ويبقى ليها سعر افضل. بالنسبه للبولتي انا شايف ده الحجم العادي، وفي حجم صغير وفي حجم متوسط. حضرتك احنا برضو بنبتدي، واخد بال حضرتك لما بنيجي من بدايه الموسم بنبتدي بيبقى في عندنا حضرتك حاجات مشتينه او مبيتنا، او حضرتك بنبتدي بزريعه متجانسه، لكن عموما في الاغلب كله هتلاقي الاحجام شبه متجانسه، بمعنى حضرتك بتلاقي عندنا برضو درجات، في سمكه بتستجيب للتغذيه، في سمكه حضرتك بتتغذى، واخد بال حضرتك معدل التحويل بتاعها بيبقى اعلى، لكن في الاخر حضرتك ان السمك بيطلع في منتج زي ما انتم شايفين بالشكل ده، شايف السمك صاحي قدامنا طالع كله من الحلقة. نقطه بقى، حضرتك اتكلمت عن التغذيه، لان الاستزراع السمكي علميا واحنا دايما بنتكلم مع المسؤولين والمختصين في هذا المجال هو افضل. تمام. لكن ما يتم تسويقه وما يتم ترويجه ان الاستزراع السمكي بيتم فيه معاملات خاطئه زي التغذيه وزي الميه. نحكم على السمكه ازاي علشان انا كمستهلك اقدر احدد جوده هذه السمكه؟ تمام 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 يا فندم. هو عشان نبقى متفقين، كل صناعه فيها كويس والوحش، وكل منتج في الدنيا في منتج واخد بالك جيد ومنتج غير جيد، ولكن في الاخر حضرتك حتى ستات البيوت العاديين لما بتنزل تشتري من سوق السمكه بتروح مثلا عند واحد بتاع سمك تختار من دوت وما تشتريش من ده، ليه؟ حضرتك في علامات واخد بالك للسمكه الجيده اللي بتدل على صحتها. حضرتك مثلا لو مسكنا سمكه زي دي حضرتك بص حضرتك للعين، شايف بتلمع ازاي؟ صحيه، واخد بال حضرتك ما فيهاش لا جحوظ ولا اي مشاكل، بص حضرتك لملمسها اهو، حضرتك متماسك اهو، واخد بال سعادتك، بالخياشيم شغاله بتفتح، نفتح الخياشيم بتلاقي لونها وردي مش لون غامق، واخد بال حضرتك، ادي كل ده مظهر من مظاهر الطازجه للسمكه. يعني حتى ما شاء الله وهي في ايدك ما شاء الله بتقاوم فيها صحه، ده يدل انها حضرتك بحاله جيده وصحه يعني مش سيئه. طيب في اتهام بيوجه ان في البولت خصوصا بياخد هرمون احادي الجنس، ده مدى صحه هذا الاتهام؟ انا مش هنكر حضرتك واغفل واقول لك ان مفيش هرمون، لا، هو حضرتك في بعض مزارع بتنتج وفي بعض ما بينتجش، واخد بال حضرتك، وبتوقف حضرتك عند عمر واخد بال حضرتك ايام بتاخد نسبه ضئيله جدا، واخد بالك، ومع لما واخد بال ومره واحده في التغذيه مره واحده، بعد كده حضرتك
ما فيش اي معامله هرمونيه بتتم ليها واخد بال حضرتك، وبتكبر واخد بالك بتاخد النمو العادي، وطبعا بيروح مع التغذيه والميه وحياتها عاديه. والكلام ده بيتطبق في كتير بلاد، يعني مش احنا اللي اخترعنا هذه الطريقه، دي شغاله في بلاد كتير. انما بالنسبه للمزارع القطاع الحكومي بتتعامل مع هذه المعاملات؟ لا هنا حضرتك ما بتتعاملش معايا واخد بال حضرتك، ولكن حضرتك في مزارع في قطاع خاص شغاله فيها، هذا لا يمنع واخد بال حضرتك انها شغاله في بلاد كتيره جدا. زي ما احنا شايفين ده ما شاء الله انتاج المزرعه السمكيه، شايفين في تنوع في دي مزرعه الزاويه. التسويق عليه دور مهم قوي، احنا بنوصل لمرحله بنسوق ازاي هنا؟ انا حضرتك دلوقتي بيخش مزاد تاجر في الهيئه بياخد انتاج المزرعه كله بسعر مزاد، بنجمع سمك الحوض وبنجيبه هنا الحوض زي ما حضرتك شايف كده، ونبدا نطلع ونفرز ونحجم ونسلم للتاجر. بعد ما نسلم للتاجر كده احنا مرحلتنا خلصت، التاجر بقى حر في تسوق بعد كده. مين اللي بيقوم بعمليه الصيد؟ يعني هو بيجي ياخد الحوض ويصطاد ولا انت اللي بتصطاد له؟ لا، اداره المزرعه هي المسؤوله عن صيد السمك في الحوض وعن التحجيم والفرز وتسليم للتاجر بميزان. اثناء عمليه الصيد لو ظهر عندك بعض المشاكل في المنتج نفسه بتتصرف ازاي؟ هو احنا باذن الله ما فيش مشاكل، لان احنا بنحافظ عمليه الصيد تكون في عمود ميه معقوله ومنسوب معين عشان نحافظ على حيويه السمكه تطلع بحيويه جيده. ان شاء الله ما فيش مشاكل باذن الله. المعروف ان البلطي بيبقى في الشتاء ما فيش صيد دايما، او بيبقى في عمليه بيات شتوي. لا ده العكس، ده المفروض ان احنا موسم التربيه او التغذيه هو كله في الصيف، يبدا من اول 11 يبدا نجهز عمليه الحصاد او التسويق. ايه المعاملات اللي انت شايفها دلوقتي اللي ممكن تزود في الانتاج اكتر؟ لا احنا انتاجنا ما شاء الله كويس، احجامه كويسه، وزمان زي ما انت شايف كده احنا يعني طول النهار في حركه مع التاجر. طبعا، بس احنا بنحجم السمك في سوبر، في واحد، في اثنين، في ثلاثة، كل الأحجام كبلطي أو عائلة بورية أو بلطي أو مبروك. بالتوفيق وإن شاء الله يعني يبقى في دايما في إنتاج وفير وفي خير في المنتج. كويس إن شاء الله، وحضرتك هتنزل على الحوض دلوقتي وهتشوف العمل بنفسك يعني. السمك البلطي عديد من الأنواع من البلطي. في بلطي نيلي وفي بلطي أوريا وفي بلطي خديدي وفي بليمي، أنت خدت بال حضرتك، لكن السمكة اللي بالمنظر ده دي اللي هي تلابيا نوليتيكا، الاسم العلمي بتاعها باسم النيل بتاعنا، فمش معنى ان انا اقول بلطي نيلي انه يكون طالع من النيل، لا، انما هو احد انواع البلطي الذي يفضل استزراعه. بيفضل استزراعه ليه؟ لان هو معامل التحويل بتاعه اعلى، بيديني هامش ربح اعلى. يعني ايه معامل تحويل اعلى؟ يعني اقل كميه اكل بيديني قبلها لحم، فهنا يبقى الفرق بين المصاريف بتاعته وايراداته بتديني هامش ربح بيشجعني ان انا اربيه. طب انا شايفك ماسكها وبتشرح بقى. بتتميز البلطي نيلي لما نمسكها كده حضرتك بتبص كده على الديل هتلاقي فيه خطوط متوازيه، وبتتميز باللون اللي هو بتاعها اللي هو الابيض اللي بتبقى هنا الزعانف حمراء زي ما حضرتك شايف. في انواع ثانيه من البلطي، وبالصدفه طلع لنا بلطي هنا، دي البلطي ده ما فيهاش خطوط متوازيه، ده بلطي خديدي. انت خدت برضه خديدي بلطي خديدي، انت خدت بال حضرتك هتلاقيه هنا ايه مفيش خطوط متوازيه، انت خدت بال حضرتك. في انواع تانية زي البلطي الاوريا، زي البلطي الحساني، في نوع اسمه بليمي، فمش معنى ان انا بقول ان ده بلطي نيلي ان هو طالع من النيل ولازم يبقى طالع من النيل عشان يبقى بلطي نيلي. ده اسم السمك. ده اسم السمك. في بلطي بيبقى اللحم بتاعه لونه مختلف، يا اما ابيض فاتح شويه يا اما غامق، ايه الفرق؟ بص حضرتك بالنسبة للسمكة اللون واحد في كل النوع، بس دي بتتوقف على مدى طازجة السمكة وقت ما بتشتريها. يعني أنا ما أحكمش على السمكة بعد ما غابت لي ثلاث أيام مع التاجر في السوق، لأن هي بتمر بعدة مراحل عشان توصل للمستهلك. اللحم الداخلي. طبعًا. يعني ده ملوش علاقة بالتغذية. لا التغذية دي حضرتك أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. بالنسبة للتغذية في السمك دي، يعني الاستزراع السمكي الاعتماد الأساسي بتاعه على التغذية الصناعية. يعني إيه تغذية صناعية؟ إن أنا بستخدم علف مصنع في التغذية. وعندنا هنا في كفر الشيخ
عندنا اكتر من 15 مصنع علف قطاع خاص بيستخدم ايه في تركيب في تركيباته، بيستخدم فول الصويا، بيستخدم الذره، بيستخدم الكونه، بيستخدم الفيش ميل اللي هو مسحوق السمك، والطن دلوقتي وصل 5000 جنيه، وبتم التغذيه حسب عمر السمك، بحدد نوع العلف اللي بجيبه على اساس البروتين بتاعه، فهي صغيره بتحتاج بروتين عالي بيوصل ل 40% بروتين. في مراحل العمر المختلفه بتوصل ل 25 بعد كده 30 حسب عمر وحجم السمكه بقدر اعلف. فالعلف ده هو اللي بيحدد لي هامش الربح بتاعي، كل ما علفت كل ما انا هطلع منتج ذو جوده عاليه فيجيب لي سعر اعلى. أجمل الأيام بالنسبة للزراعة وبالنسبة لزراعة السمك هو يوم الحصاد. إحنا موجودين في يوم حصاد النهاردة، وأنا شايف إن في طريقة معينة بيشتغلوا بيها، اشرحها لي يا باشمهندس. هو أنا عشان أشرحها لك تديني دقيقتين حضرتك أقول لك مراحل عملية التربية. التربية بتمر بعدة مراحل، أولها اللي هي تجهيز الزريعة أو التقاوي اللي بنزرع بيها الحوض، وبنسميها إحنا عملية التفريخ. عملية التفريغ دي بتتم بتجهيز أمهات عبارة عن ذكور وإناث، وبناخد الزريعة وبنربيها لحد ما توصل لعمر معين وحجم معين، وبعد كده بنبدأ نستزرع كل حوض حسب مساحته. بعد عملية الاستزراع بتتم عملية التغذية حسب حجم السمكة وعمرها. قبل التغذية بقى، أنا حوض زي اللي أنا موجود فيه ده مساحته قد إيه؟ مساحته تقريباً 10 فدادين. يحتاج مني قد إيه زريعة؟ ال 10 فدادين إحنا بنزرع بمعدل 10,000 سمكة للفدان. نضرب ال 10,000 للفدان في 10 فدادين يبقى حوالي 100,000 سمك. تمام. 100,000 وحدة زريعة. وحدة زريعة من مختلف أنواع السمك اللي إحنا بنزرعه. مختلف الأنواع دي بقى التركيب المحصولي بتاعي. التركيب المحصولي هنا إحنا بنعتمد في التركيب المحصولي إن بنزرع أنواع تديني أعلى إنتاجية من وحدة المساحة. بحيث إن بتبقى في عيشة تكافلية بين المدخلات اللي أنا بحطها والمخرجات بتاع السمكة والظروف المحيطة بالمزرعة بتاعتي. اللي عندي هنا سمك البلطي النيلي وسمك المبروك بانواعه اللي هو المبروك العادي والسيلفر والبيك هيد والحشايش. بالنسبه بنحط برضو سمك بوري وسمك طباره للاستفاده بالغذاء الطبيعي الموجود في المي. فالاستزراع عندنا بيبقى بولي كلتشر، بيبقى 90% تقريبا بلطي والباقي الانواع اللي انا قلتها لحضرتك. حضرتك قلت تربيه تكافليه، او ازاي التربيه التكافليه؟ بص انا اقصد بالتربيه التكافليه ان انا احصل على معدل استفاده من الامكانيات المتاحه عندي في الحوض. التغذيه اللي بتتم عندي بتنقسم لجزئين، تغذيه طبيعيه وتغذيه صناعيه. الاعتماد الرئيسي هنا على التغذيه الصناعيه اللي هي الاعلاف. والاعلاف هنا بالنسبه للاسماك بيبقى لها تركيب معين بيعتمد على ان انا بظبط النسبه بين البروتين وبين النشويات وبين الدهون اللي بتديني اعلى معدل استفاده. والتغذيه الصناعيه دي بتبقى داخل فيها ان انا بحضر علف حسب عمر السمكه يدخل في مكوناته فول الصويا والذره ومسحوق السمك واملاح معدنيه وفيتامينات ومضادات حيويه، بحيث ايه بجهز النوع العلف حسب حجم عمر السمكه. فهي صغيره محتاجه بروتين عالي، ولما بتكبر شويه بتقل، حتى احنا بنبدا ب 40% بروتين بتقل توصل ل 25% بروتين وقت الحصاد. ده بالنسبه للتفريخ. بعد كده في عملية اسمها عملية التحضين، ان انا بوصل هي مرحلة وسطية ما بين التفريخ والاستزراع. المرحلة دي يعني بوصل السمكة الحمراء 20 من 20 ل 30 جرام في الفترة اللي هي قبل عملية الزراعة، وبزرع السمكة في حدود الحجم دهوت مما بيقلل لي مدة الموسم بتاع الزراعة، وبيديني اعلى انتاجية واعلى معامل تحويل للسمكة بالاستفادة من الاعلاف. الاعلاف دلوقتي اسعارها بقى مرتفعة، بنتغلب ازاي على هذه المشكله؟ بص حضرتك، هو غلو الاعلاف ده مشكله بنعاني منها، لان كل ما زادت المدخلات بتاع المنتج والمصاريف بتقلل هامش الربح بالنسبه لي. وبنقدر نتغلب على ده ان احنا طبعا نحاول نزود الانتاجيه.
يعني ان كان الفدان بيجيب طن ونص 2 طن بحاول اجيب 3 على اساس ان انا استفاد من التكنولوجيا الحديثه في الانتاج، بحيث ان انا بقيت ازود الكثافه في الحواض واستخدم علف مناسب جودته اعلى شويه، وبحسن الخواص اللي عايشه فيها السمكه بحيث ان تكون الظروف المحيطه بها بتساعدها على الاستفاده باقل كميه علف محدوده، وان انا احط العلف حسب حجم السمكه ما احطش وخلاص، لان في ناس بتغلط غلطات كتيره وتبدا تحط كميات كبيره من غير لزوم، فما بتستفدش بها السمكه الاستفاده الكامله. فانا بحدد عمر السمكه وحجمها واحدد الكتله الحيه اللي في الحوض، وعلى اساس الكتله الحيه بحط كميه العلف المناسبه. الحاجه الثانيه ان انا بعمل تغذيه طبيعيه للسمكه عن طريق عمليه التسميد، ان انا بزود البلانكتون اللي موجود في الميه اللي هو الزوق والفايتو، بحيث ان انا بتبقى بخلي السمكه محاطه بالبلانكتون الحيواني والنباتي، بحيث انها بتساعدها في مع التغذيه الصناعيه، والتغذيه دي بتديني اعلى معدل استفاده من الانتاج يعني. طيب انا شايف ان انا النهارده عندي في الحوض ده عندي بلطي وعندي مبروكه وعندي قراميط، ده ما بيحصلش يعني نقل لبعض المشاكل من سمكه او من صنف لصنف، مشاكل مرضيه مثلا؟ لا، هو حضرتك المشاكل المرضيه لها مسببات، ما بتحصلش الا ايه؟ السمكه دي زيها زي اي كائن حي، اذا كانت الظروف المحيطه بها غير ملائمه بتقل مناعتها، والميه مليانه ميكروبات بتظهر على اعراض المرضيه. لكن طول ما الظروف البيئيه المحيطه بالسمكه، انا اقصد بالظروف البيئيه ايه او خواص الميه ايه، لو الاكسجين ما يقلش عن المعدل اللي المفروض السمك تستحمله اللي احنا بنقول مثلا 4 ملي جرام لللتر، ان البي اتش اللي هي الحموضه اللي في الميه ما بتكون بين 6.5 ل 8.5، انا بحاول احافظ على الرينج دهوت اللي موجود دهون بحيث ما تحصلش مشاكل للسمكه. لكن حته ان انا العدوى هو علاج السمك وقايته من المرض اصلا، يعني علاج السمك وقايته من المرض، وقايته من المرض تاتي من خلال الخبرات بتاع كل مزارع، لازم يكون عنده الخبره الكافيه انه يحدد الحوض. تاني حاجه ان هو الادوات اللي بيستخدمها في الاستزراع، تاني حاجه ان هو يقدر بقدر الامكان متابعه حوضه من حيث الاكسجين والبي اتش والهاردنس، بحيث يوفر الظروف اللي ما تخليش السمكه اصلا تتعب. عايز ارجع للنقطه دي، الحصاد. انا شايف دلوقتي العماله اللي موجوده عندي واقفه ماسكه الشبكه، ماسكه الحوض من اوله، اشرح لي بقى بيشتغلوا ازاي. هو حضرتك مش ماسكه الحوض من اوله، احنا عندنا حضرتك شايف الحوض مساحته كبيره جدا، فما ينفعش اصطدم الحوض كله، فبيتعمل زي كاتش بوند او مكان صغير بيسموه عندنا هنا الخب. انت خدت بال حضرتك الخبو ده بيكون حوالي عرضه 3 متر في عمق حوالي 70-80 سنتي، مستوى منخفض عن مستوى عن مستوى قاع الحوض، يعني هو بيجمع المية كلها فيه، يعني بتبقى زي أناية كده بتجمع فيها السمك، لما اجي صف الحوض بينزل السمك ويتجمع فيها، على اساس يسهل لي عمليه الصياده وان يتجمع الحوض بسرعه، اقدر اصطاده بسرعه وبطريقه سليمه بحيث ما يتاثرش السمك اللي موجود في الحوض، لان طبعا كل ما اصطدت صح كل ما المنتج اللي عندي طلع كويس، كل ما جاب لي سعر اعلى. عمليه الصيد في الحوض بتستمر قد ايه؟ احنا هنا بالنسبه لنا هنا عمليه الحوض بتصطاد بتستمر قد ايه، دي بتتوقف حسب حجم الحوض وكميه السمك الموجود فيه وطريقه الصياده. بالنسبه لحجم الصيد، كل ما زاد حجم الحوض كل طبعا ما مدة الصيد في الحوض زادت شوية، كل ما كان الحوض مجهز للصيادة صح، يعني الخب وماشي بميول معينة وبيوصل معين بيقل حسب حجم والكتلة الحية اللي موجودة، حسب عدد الأفراد اللي بتصطاد، لكن في كل الأحوال لازم أخلص الحوض النهاردة، ما ينفعش أطلع عليه مية تاني. هيحصل تجفيف للحوض عشان ابتدي ان انا يعني اقول ان انا بنشطه مره اخرى عشان اهيئه للزريعه. هو حضرتك ده شيء مهم جدا، هو حضرتك الاستزراع السمكي اسمه استزراع يشبه الاستزراع النباتي، لكن معظم الناس ما تعرفش ان اسمها الزراعه، هل ينفع ان انا ازرع بعد البرسيم زرعه ثانيه من غير ما اجهز الارض؟ لو ما جهزتهاش هتاثر على الانتاج اللي جاي، فلازم الحوض بيتم تجفيفه تجفيف تام لدرجه التشقق عشان يقضي على كل الميكروبات الموجوده، وبعد كده بنزل بالمحرات بحيث اقلب القشره بحيث الجزء اللي هو متشبع بالميه تحت يجي فوق، برضو الشمس تموت لي الميكروبات الموجوده، وابدا اسوي الحوض واعمل له الميول واظبط الخبو بتاع الحوض عشان اما اجي اصطاد، لان كل ما جهزت الحوض صح كل ما تسهل لي اصلا عمليه الصيد، كل ما زاد الانتاج، كل ما معامل التحويل بتاع السمكه عالي، لانها كلها حلقه ماسكه بعضها ما نقدرش نفصل حلقه عن حلقه. بتسمد الحوض امتى بقى؟ بنسمد الحوض حضرتك قلنا التسميد ده عضو احد طرق التغذيه. بمجرد الحوض ما ينشف ببدا انزل ميه الحوض،
انت خدت بال حضرتك في التسميد نوعين، يا اما تسميد عضوي يا اما تسميد كيماوي. التسميد العضوي واللي فيه لبس عند ناس كتير جدا يقول لك ان بيألفوا السمك سبله، طبعا ما فيش شيء صح على المطلق وشيء غلط على المطلق، لكن انا ما السمكه مش هتاكل، ما باكلش السمكه سبله، انا بسمد الحوض، البيئه اللي عايشه فيها اما بسمد الارض الزراعيه التربه هي اللي تهمني، فبيسمد وبيحط كيماوي عشان التربة. أنا البيئة اللي عايشة فيها السمكة مش التربة، لا هي المية، فأنا بحاول أسمد المية. يعني أسمد المية أغنيها غنية بالبلانكتون أو الكائنات الحية الدقيقة سواء نباتية أي حيوانية، عشان أما أزرع السمكة الصغيرة تلاقي غذاء عالي البروتين تاكله. فأنا بنزل بحط التسميد العضوي، عبارة عن بحط لكل فدان حوالي 100 كيلو مخلفات عضوية، وبعدين أبدأ أنزل عليها كمية مية ارتفاع 20 سنتي لحد ما تزرد عليها شوية، بزيد بها 30 سنتي لحد برضو ما يحصل تحلل، وأبدأ أعلب الحوض لحد متر يكون لون الحوض بيبدأ يتغير، البي اتش بتاعتها بتبدأ تتغير، يبدأ لون المية لحد ما يبقى لونه زي ورقة البرسيم كده، أخضر زي لون ورقة البرسيم، يكون المية هنا غنية بحيث اما اجي انزل الزريعه تستفاد بيها. مش عايز اعمل كده وعايز اسمد كيماوي، بجيب السوبر او اليوريا، انت خدت كيماوي عادي، وابدا اعمله كمحلول وابدا ارشه في الميه عشان برضو اسمد الميه، ما سمدش الايه التربه، لان انا اللي يهمني الميه مش التربه. العيشه التكافليه او التغذيه التكافليه يعني ايه بقى؟ مين اللي هيفيد مين او مين الصنف اللي هيقدر يتغذى من خلاله الصنف الاخر؟ زي ما قلت لحضرتك احنا الاستزراع هنا بولي كلشر، وانا عامله بولي كلشر ليه؟ عشان اوصل لاعلى انتاجيه من اقل وحده مساحه عشان اكسب، صح؟ طيب احنا عندنا سمكه البلطي هنا بتتغذى على العلف الصناعي، بينزل منها فضلات، بتبدا سمكه المبروكه سواء الكومين كارب اللي هو المبروك العادي يبدا يتغذى عليها، انت خدت، يبقى انا استفدت من الفضلات دي. طيب في قراميط، بحط القرموط ليه؟ عشان انا دلوقتي بغذي بنسب معينه زي ما قلت لحضرتك، فانا يهمني ان انا حاطط 1000 سمكه يبقى هم 1000 سمكه عشان احسب الكتله الحيه اضربها فيه. طب ساعات السمكه بتفرخ، يعني ايه بتفرخ؟ بدل ما بتطلع زريعه كتيره، فبدل ما يبقى عندي 1000 سمكه بيبقى عندي 10000. فالقراميط من المفترسات، يعني القراميط مفترسات، تبدا بتاخد ايه؟ بتاكل الزريعه، يقوم ما تزودليش كثافه الحوض، يبقى بتسمح لبقيه السمك ان هو يتكبر ينمو، ومرميش علف لان العدد كل ما كتر اكتر من الاحتياجات هتزيد التكلفه ومفيش، مش هيزيد الحاجه. انت في بقى مبروك الحشائش او بيسموها جراس كارب، الجراس كارب ده هو طبعا برضو بيتغذى على البوص والحجنه والحاجات اللي هي موجوده حوالين الحوض زي ما حضرتك شايف كده، لو هو يمشي حوالين حوالين الحوض كده بتاكل الحشائش اللي موجوده في الحوض وبتاكل، يبقى بتنمو. يبقى انا في كل الاحوال هنا بطهر الحوض، والحركه بتاع سمكه المبروك حركه بتبقى جنب الجسر، وساعات حركتها دي بتزقلب لي المايه، تزود لي الاكسجين، كمان بتساعد في عمليات الاريشن اللي موجوده وبتحسن خواص المايه. في نقطه مهمه جدا وهي مثاره الان في الاعلام لازم نتكلم عنها، في اتهامات ان البولت ده بياخد هرمون احادي الجنس علشان ازود النمو وعشان اتحدد في النوع اللي عندي، راي حضرتك ايه؟ بص حضرتك، كلمه هرمون لما بتتقال، هرمون بتحط على السمك من غير ما يحصل تعليق عليها، ما هو انا كمستقبل عادي انا مش فاهم، هرمون بتحط على السمك يبقى بحطه عشان يكبر، مش هي تتفهم كده عند المتلقي العادي. لكن انت حضرتك قلت لي دلوقتي للحصول على سمك وحيد الجنس، يعني ايه وحيد الجنس؟ يعني يا اما ذكر، ببساطه كده عشان الناس تفهمني، يا اما ذكر يا اما انتاي. طيب انا امتى اخليها وحيده الجنس انثى؟ لما اكون عايز استخدمها في التفريخ. طيب ليه عايزها ذكر؟ لما اكون استخدمها في التربيه. طب انا، طيب انت هتستخدمها في التربيه يا باشمهندس مش كده؟ طب بتحط لها هرمون ليه وتخليها ذكر؟ الاول ما بنحطش هرمون في الحوض بتاع التربيه، انت خدت بال حضرتك، وبنخليها ذكر لان انا دلوقتي عايز بقلل موسم التربيه. بالنسبه للانثى، الانثى بتشيل بيض من 4 ل6 مرات، بتصوم كل مرة أسبوع،
لو ضربنا الاربع ست مرات في الاسبوع حوالي 40 يوم، دول بيضيعوا من موسم الايه؟ التربيه. دي نمره واحد. نمره اثنين، معامل التحويل بتاع الذكر اعلى من محاول التحويل بتاع الانثى. يعني ايه معامل تحويل؟ يعني برمي اكل قد ايه وبيعود عليها بلحمه قد ايه؟ ومعلش انا طالما بعمل مشروع لازم يبقى عندي هامش ربح. نيجي للجزئيه اللي حضرتك قلتها اللي هي بتصير، بيقول لك الهرمون بيتحط امتى وهل هو مضر ولا لا. بالنسبه احنا ربنا خلق سمكه البلطي، التفسير العلمي ببساطه ربنا خلق سمكه البلطي بعد ما بتحصل بتشيل البيض ويبدا عمليه يتكون كيس المح وتحطه ببقها وبعد كده بتطلعه سواء تفريغ طبيعي او تفريغ صناعي. بتبدا هنا الذريعه بيكون نسبه الهرمون الانثوي قد نسبه الهرمون الذكري في نفس السمكه. طيب بتبقى الذريعه حجمها قد ايه؟ اقول لحضرتك جزء من الملي من الجرام، يعني حاجه بسيطه خالص قد ابره الدبوس. انت خدت بال حضرتك ازاي؟ بتغيب قد ايه بقى الميل الهرمون الذكري والانثوي قد بعض؟ حوالي 72 ساعه. في خلال ال 72 ساعه دول بيتم تغذيه الذريعه دهيت على علف على هرمون اسمه الفا ميثيل تستيرون ب 6.1 ملي جرام لكل 10 كيلو علف. يعني ال 6.1 ملي جرام دول لمليون سمكه. انت خدت بال حضرتك ازاي؟ ده هم الكميه دهيا بتساعد الهرمون الذكري انه يزيد عن الهرمون الايه؟ الانثوي. طبعا كان ممنوع، كان ممنوع وكان صدر انه اتمنع. انت خدت بال حضرتك ازاي؟ دلوقتي طلع بعد ما خدوا السمك وحللوه لقوا ان نسبه الهرمون الذكري او نسبه الهرمونات الموجوده في السمكه بعد التربيه هي نفسها، ما فيش اختلاف بين سمكه معامله وسمكه غير معامله، ودي حاجه معترف بها دوليا. في طرق تانية للتحويل للذكور والأنثى، ان انا بجيب ذكر اوريا وانثى نيلي، ان عمليه التهجين بين السمك وبعضه. انت خدت بال حضرتك ايهما يفضل بحيث ان انا بحصل على منتج صحي وعلى اعلى انتاجيه وهامش ربح يسمح ان النشاط يغيب مستمر؟ لان دلوقتي السمك يا جماعه بقى هو المنفذ الوحيد لتعويض غلو البروتين الحيواني ونقصه. فاحنا لازم نفهم الامور على اصولها عشان نحكم على الامور صح، ما تتاخدش من شواشيها ونتكلم عنها. ايهما افضل بقى حضرتك قول؟ هو حضرتك انت دلوقتي انت عشان تعمل النتيجه اللي هي الثانيه دي افضل، بس اقول لحضرتك انت عايز بولت بيور. يعني ايه بولت بيور؟ في كل الصفات الوراثيه السليمه، انت خدت ما دخلش فيه انواع تانية، لان انا عندي زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان عندي بولت نيلي وبولت اوريا يمكن يحصل تزاوج، يحصل خلط في الكروموزومات اللي موجوده. يبقى انا لازم الاول اجيب بيكون عندي السمكه النيلي نيلي بيور ما دخلش عليها اي حاجات تانية، واجيب الاوريا برضو بيور. انت خدت بال حضرتك بتوصل النسبه بقى هنا في بالنسبه للهرمون بتوصل ل 98% ذكور لو انا شغال صح. بالنسبه للتهجين حوالي 93 94 95، فهم قريبين من بعض. انت لكن انا اللي يهمني في كل ده صحه المواطن، لان هي اللي تهمنا طبعا. يعني يا صحه المواطن دي اللي يهمنا. انت خدت بال حضرتك انا الفيصل باجي، انا دلوقتي راجل متشكك في اللي بيتقال، انا باجي على مزرعه واخد عينات وابدا اروح احللها ومن متخصص مش من اي حد. انا ما اروحش اسال حد بياع عشان اقول له دي بولت ايه وده. طبعا كل واحد بيبص للامور من وجهه نظره. انت خدت بال حضرتك؟ لكن احنا التارجت والعمل اللي احنا شايفينه طبعا نمره واحد صحه المواطن، تاني اتنين برضو لازم احافظ على صناعه بنحتل فيها مرتبه عاليه جدا. ما فيش يعني احنا الاول التاني في العالم في انتاج البلطي والاول في البوري. انت خدت بال حضرتك ازاي؟ وده المنفذ الوحيد زي ما قلت لحضرتك للاقتصاد المصري، وعندنا خبرات لا يستهان بيها في المجال ده هو، وحضرتك شايف. انت خدت بال حضرتك؟ فمن هنا بحاول انادي الناس ما يتكلمش في الموضوع غير الناس المتخصصه، واجيب وجهه النظر ووجهه النظر الثانيه. محافظة كفر الشيخ دي عشان نبقى عارفين بتنتج 40% من انتاج السمك لجمهورية مصر العربية. دي معلومة نمرة واحد. معلومة نمرة اثنين ان 75% من انتاج السمك في جمهورية مصر العربية كله من الاستزراع. خد بال حضرتك؟ فالاستزراع ده صناعة قائمة
بتعتمد على مش بس مجرد واحد بيبيع سمك، في اللي بيشاجر في العلف، في حضرتك ماكينات خدمة المزارع، في شركات، في نقل، في تلج، في بورصة سمك، في يعني في حضرتك صناعة كاملة متكاملة مفتوح عليها بيوت كتيرة جدا. ده مبدئيا من حيث المبدأ. لكن من حيث حضرتك جودة السمكة أو عدم جودتها، حضرتك السمك اللي موجود حضرتك في مجونات مصر العربية أغلبه آمن وأقبال حضرتك، مش بنقول كده لا، هو أنا حضرتك فعلا بيتقال إن بيتصرف زراعي، لكن في حضرتك برضه أصحاب القطاع الخاص عشان يحافظوا على استثماراتهم لازم حضرتك برضه بيعملوا نوع من أنواع المعالجات، بيسيبوا المية تخش على فلاتر، بيستخدموا وأقبال حضرتك، أحيانا برضه بيخلفوا ياخدوا مية حلوة، لأن برضه في الآخر هو ده منتج بيطلعه وعايز يسوقه ويبيعه والا هيخسر. فهو من اول الناس انه يحافظ عليها. وطبعا حضرتك زي ما انتم عارفين كل صناعه وكل مكان في كويس وفي الوحش. يعني حضرتك في برضه ناس في ممارسات مش مظبوطه، ولكن حضرتك برضه احنا كهيئه الثروه السمكيه لينا دور بنقوم بيه. حضرتك اولا احنا بننمي الثروه السمكيه في جميع المسطحات وبنتابعها. حضرتك قبل ما حد بيجي واخد بال حضرتك بيعمل ترخيص لمزرعه لازم بيعمل تطلع رخصه من عندي. بحضرتك بنعمل ليها رفع ليها، بنعمل تحليل للميه اللي داخله، نعمل تحليل للتربه وتشوف مدى صلاحيتها. فحضرتك اللي شايف ان الهجمه الغير مبرره على هذه الصناعه يعني مش 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 مظبوطه، يعني مش 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 واقعيه لحد كبير. وبعدين حضرتك حتى في يعني ممكن حضرتك الفيصل بينا ناخد عينات سمك ونحللها. المياه بلا شك يعني عنصر حيوي جدا في تربية الأسماك. إذا صلحت صلح المنتج وكمستوى وكجودة وككل بشكل عام بيبقى طبعا المنتج رائع. فجودة المياه هي مفتاح رئيسي لمثلث اللي هو السمك فيه جودة المياه التلوث واللي هي الكائنات الدقيقة اللي بتسببه سواء كانت فيروسات طفيليات أو بكتيريا أو فطريات. فالمثلث ده اتزانه في جودة المية. فبتخصصي في مجال المية من الناحية الكيميائية اللي هي بتبقى متغيرة بشكل كبير أثناء الدورة، لان طبعا بتعتمد على عنصر التغذيه، بتعتمد على نسبه الاخراج وكثافه السمك في المتر المكعب. طبعا في الاحواض المفتوحه الناس عاده او المربيين بيتجهوا ناحيه النسب اللي هي الاسماك العدد القليل علشان يبقى ضامن ان جوده الميه بتكمل معاه في الدوره للنهايه وبينتج محصول كويس. طبعا الميه في مزارعنا معظمها مزارع مفتوحه، فبتبقى المسطحات المائيه فيها مع البحر مع الرشحات المختلفه ري الزراعي مع، فطبعا قدر الامكان بيبقى في يعني المربي بيبقى حريص ان هو يكون جوده الميه اللي داخله له في مكان مزرعته جوده كويسة، علشان طبعا هو كمستثمر عايز يضمن ان الدورة تتم بنجاح والمحصول بتاعه في الاخر ينزل اسواق جيدة ويباع بسعر جيد. فطبعا هي شبكة كبيرة من يعني من الحيطة من على اساس ان احنا نوصل في النهاية لتجربة ناجحة في الاستزراع السمكي. التسميد في بداية الدورة في الأحواض طبعا بيبقى مهم على أساس تنتج النباتات اللي هي الدقيقة الخضرية اللي معروفة بالفيتوبلانكتون، لأن دي بتبقى مصدر رئيسي مع الأعلاف اللي بتستخدم في المراحل طبعا
المتقدمة علشان نحصل على أوزان قابلة للتسويق. فطبعا دي بتبقى مرحلة أساسية من تكوين الحوض. طبعا بعد كده زي ما قلت مصدر المية مهم ان هو يبقى يعني مصدر جيد وآمن. بعد كده نوعية طبعا الكثافة، التغذية السليمة، المراقبة لجودة المية على فترات، لو حصل مثلا ان كان في نوع من الاضطراب في حركة السمك او نوع من الهزول او طبعا لا قدر الله نوع من النفوق، فده بيبقى إشارة لي ان في حاجة في خلل ما زي ما حكينا في المثلث، فلازم يبقى في طبعا فريق متخصص في الأمراض، فريق متخصص في جودة المية ينزل يشوف القصة دي. طبعا وزارة الزراعة فيها يعني معامل وفيها جهات خبيرة كثيرا في هذا المجال، وعلى رأسهم طبعا الثروة السمكية. عندنا في معهد بحوث صحة الحيوان في قسم كامل لأمراض الأسماك زي ما ذكرت في البداية، سواء الناتجة عن الكائنات الدقيقة سواء فطرية سواء باراسيتولوجي اللي هو الطفيليات سواء الفيروسية سواء البكتيرية. طبعا ده الفريق ده بيبقى يعني زي ما بيقولوا رهن الإشارة، في حالة ما بيحصل أي حاجة بيتحرك وبينزل وبياخد عينات من الأسماك أو من المياه. وإحنا مثلا كقسم كيمياء بنبتدي إن إحنا نتعامل برضو مع جودة المية بحيث إن إحنا نشوف الصورة بشكل متكامل ويبقى فيه زي ما بيقولوا أكشن أو رد فعل سريع. المستهلك المصري مستهلك ذكي جدا، يعني حتى الإنسان البسيط الفطري بيقدر يلاقي السمكة ويقدر يفتح الخياشيم، عنده اللي هي زي ما بيقولوا الكشف الظاهري للأسس البسيطة بتاعت يعني اختيار الأسماك. طبعا يعني في قواعد عامة ان احنا لو لقينا الشكل الظاهري من البداية يعني في مشكلة او كده. وبعدين على فكرة كمان هو تجار الجملة تجار التجزئة بيبقى حريص ان هو يعرض منتج كويس ويقعد يفرش له ويحط له ويدي شكل مبهر للأسماك بتاعته. فكمان بطمن من ناحية تانية ان يعني حتى لا قدر الله لما بيبقى في بعض الاسماك شكلها من الناحيه التسويقيه قد يبدو شويه انها يعني مثلا اسعارها منخفضه شويه او كده، الطهي عامل وصمام امان خطير للاسماك سواء بجميع انواع الطهي سواء القلي سواء الشوي، بيبقى كافي ان هو يسيطر على لو لا قدر الله في اي نوع من العدوى. طبعا زي ما قلت الجهات الرقابيه كلها معنيه سواء في الثروه السمكيه سواء في وزاره الزراعه في المعاهد البحثيه المختلفه ومنهم معهدنا يعني بتبقى منوط بيها دايما، وبتبقى جهاز شؤون البيئه طبعا ننكر دوره ان هو فيه نوع من السيطره واحكام السيطره على السوق المصري وعلى المنتجات من سواء السمكية المستزرعة أو الموجودة بشكل مفتوح يعني.
شفنا بروتين الشعب المصري، شفناه في يوم الحصاد، شفنا الاسماك سمك البلطي خصوصا، اتاكدنا من جوده هذه الاسماك والمعاملات اللي بتتم داخل المزرعه. اقدر اقول لكم ان احنا فعلا نقول ان احنا عندنا انتاج وفير من الاسماك في مصر بجهود العلماء وبجهود العاملين في هذا القطاع. العماله المصريه من افضل العماله في هذا المجال، تمتلك الخبره والتدريب، تمتلك الاليات لانتاج اسماك مستزرعه بجوده تليق بالمواطن المصري. شكرا لكم والى اللقاء. مصر الزراعية، تعال نخلي الدنيا خضراء. أخي المزارع، عند زراعة الشعير خلال شهر ديسمبر يتوجب الاهتمام بالأمور التالية: الاستمرار في الزراعة حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، وإضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتي 30 كيلو أزوت قبل غاية المحايا. التوصيات الفنية للفاكهة المتساقطة خلال شهر ديسمبر: الري مرة كل 10 إلى 15 يوم بمعدل 10 لتر لكل شجرة، رش كاسرات السكون سيناميد الهيدروجين للتفاح وأصناف الخوخ المبكرة بمعدل 1.5% مع الزيت المعدني الشتوي 2%، تحضير مغلي الجير والكبريت واستخدامه في رش أشجار الكمثرى، التوقف عن الري من منتصف الشهر في حالة الزراعة في خنادق. مسابقتنا مش اي مسابقة، وجوائزنا مش اي جوائز. اشترك معنا في مسابقة ألوفات واكسب معنا جوائز لحد 5000 جنيه مصري كاش. جايزة اولى 3000 جنيه، جايزة تانية 1500 جنيه، جايزة